أعزائنا المتابعين نهاركم سعيد، أهلا وسهلا فيكم في تحديثنا الجديد لهاليوم للأسواق المالية العالمية. شفنا ارتفاع في مؤشرات الأسهم الآسيوية، لكن في نفس الوقت صدرت اليوم بيانات اقتصادية من أوروبا غاية في الأهمية، أظهرت تباطؤ قوي في نمو قطاع الصناعات التحويلية وكمان قطاع الخدمات، وظهر على شكل انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 52 نقطة. هالمؤشر لو نزل تحت ال 50 نقطة ممكن يثبت لنا انكماش اقتصاد منطقة اليورو، ومستوى ال 52 نقطة يعتبر تباطؤ اقتصادي في المنطقة. حتى مع توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة الشهر الجاي، لكن في نفس الوقت يبدو أنه الاقتصاد وتباطؤه رح يمنع أنه البنك المركزي الأوروبي يستمر برفع الفائدة بشكل متواصل مثله مثل الفيدرالي الأمريكي. بالتالي شفنا انخفاض مباشرة في اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور هاي البيانات. خلينا ننتقل الآن للرسم البياني لليورو مقابل الدولار لنشوف آخر التحديثات بحسب وجهة نظر التحليل الفني. بالنظر للرسم البياني لليورو مقابل الدولار الأمريكي عم نشوف أنه الزوج لسه عم بيتداول ضمن اتجاه هابط إجمالي، وهالاتجاه الهابط الإجمالي راح يبقى قائم فنيا طالما استقر الزوج ما دون مستوى 1.086 تقريبا. التحركات الإيجابية الصاعدة اللي شفناها مؤخرا هي عبارة عن تركيبة فنية، تعتبر تركيبة فنية استمرارية هابطة، وهذا يعني أنه الارتفاع اللي حصل كلياته يعتبر تصحيح. بالتالي لهاليوم في حال شفنا اليورو عاد للتداول ما دون 1.0466 فممكن تتجدد فرص الانخفاض وتتزايد تأثيرات المؤشرات الفنية السلبية. لكن مرة أخرى في حال شفنا اليورو مقابل الدولار أعلى من مستويات المقاومة الرئيسية للتركيب الفنية 1.0611 ممكن نشوف محاولة لوصول 1.0680 اللي هو مستوى المقاومة الرئيسي. راح انتقل الآن لتحركات أسعار النفط اللي شهدت يوم أمس انخفاض كبير، وانخفضت عقود برنت حوالي 4%، والنفط الأمريكي الخفيف خسر 4.5% مع توجه الإدارة الأمريكية لمناقشة إلغاء الضرائب على البنزين. وأيضا الرئيس الأمريكي عم بيشير إلى أنه عم بيطالب شركات الطاقة إنها تجد حلول لإيقاف ارتفاع أسعار النفط. كذلك الأمر اليوم احنا عم ننتظر شهادة رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي للجلسة الثانية، واللي ممكن أيضا يكون لها تأثير على الأسواق الأمريكية وأسواق الأسهم والأسواق المرتبطة في العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي.